مو محتاجه تشوف الشيء دم قلنا نتحكي عن النتفليكس ايش رايك بالحمله اللي سووها في الوطن العربي انه قاطعوا النتفليكس عشان عندهم بعض المسلسلات يتكلمون فيها عن المثليه الجنسيه انت مع ال... احنا لنا حقيه يعني احنا مع حقيقة؟ لنا, يعني لنا حقيه ان احنا نجبرهم على محتوى مم. لا احنا اكيد مم. ما لنا حقيه يعني إن, ان هذه حياه